أعزائي المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من الوراق، حلقة اليوم لمناقشة كتاب مهم، ومن اشتغل على الكتاب أيضا يكتسب أهمية كبرى. طبعا أم درمان في الذاكرة السودانية وفي الوجدان السوداني تحتل موقع، دعنا نسميه الموقع الأعظم، يعني بحكم أنها العاصمة الوطنية الأولى وأنها جمعت كل السودانيين، وبحق استحقت أن توصف بأنها سودان مصغر. يتم الاحتفاء بأم درمان في الغناء وفي الشعر وفي القصص وفي الحكاوي وكذا، لكن إحنا أمام انشغال واشتغال أكاديمي لكتاب بعنوان مدينة مقدسة على النيل، أم درمان في سنوات المهدية 1885-1898 للكاتب روبرت إس كرامر، ترجمة بدر الدين حامد الهاشمي. عن كرامر نقرأ أنه يعمل بروفيسور روبرت كرامر أستاذا لتاريخ الشرق الأوسط وإفريقيا بكلية ساند نوربنت بولاية ويسكنسون الأمريكية، ونشر منفردا وبالاشتراك عددا من المقالات والكتب عن تاريخ السودان خاصة في عهد المهدية، وأيضا له انشغال آخر بالطريقة التجانية في غانا. مترجم هذا الكتاب، وإحنا زي نقول الفرنساوية شابو، يعني نرفع القبعة لما يقوم به البروفيسور بدر الدين حامد الهاشمي من أعمال جليلة جدا، وأنا دائما بقول أنه مؤسسات عجزت عن القيام بها. سنقرأ هذا الكتاب وأيضا نقف عند مجهودات بروفيسور الهاشمي مع معالي السفير الأديب والشاعر جمال محمد إبراهيم والسيد السفير جمال، اسم من أسماءنا الثقافية المعروفة، يكفي أنه إنتاجه للمكتبة السودانية في الشعر وفي الرواية وفي المقالات وفي كل ما يمكن أن نسميه بأشغال الظاهر الاجتماعية في تجليات المختلفة حاضر وبكثافة. من أهم ما كتبه معالي السفير وكنا قد ناقشناه أخيرا، أول عمل سردي أو أول تسريد لسيرة معاوية نور، وهي رواية نور تداعي الكهرمان، وأيضا له رحلة العسكري الأخيرة ودفاتر القبط الأخير وحان أوان الرحيل ودفاتر كامبالا ونقطة التلاشي وعدد من دواوين الشعر. سيد السفير مرحبا بك في الوراق. أهلا وسهلا بالوراق. أهلا بك. أنا شاكر لك لاستضافتي في موضوع مهم يتعلق بمدينتنا الأولى، المدينة الوطنية الكبرى أم درمان. جميل. قبل ما ندخل على المدينة، بدر الدين حامد الهاشمي. طيب بدر الدين يعني علاقتي به تعود إلى سنوات طويلة لورا، حينما كنت في لندن نائب للسفير وكان هو يراسلني، والتقينا في عدد من التعليقات والمداخلات حول بعض الموضوعات، وصيلة بتاعت أكثر من 18 سنة تقريبا أو 16 سنة. وأعجبني في بدر الدين والتفت إلى ما كان يترجم من مقالات تتعلق بتاريخ السودان. صحيح. وهي مقالات ركز فيها على الأشياء التي لم يرجع إليها المؤرخون كثيرا كمراجع، لأنها هي تكون مبثوثة في عدد من المجلات أو الدوريات أو كذا. فمشروع السودان بعيون غربية صار مشروع الرئيسي، ترجم عدد مهول من المقالات التي ما كان ينظر فيها الأكاديميون كثيرا، يعني لأنها بتكون مبثوثة زي ما قلت في الدوريات والمجلات وممكن لكن طبعا بعد الانترنت والتوسع في الاطلاع على كل الدوريات والحوليات والأشياء دي، فيعني بدر الدين بيقدم عمل مش نحن نتكلم ما عن هذا التاريخ، لكن إكمال بعض الجوانب بتتعلق بالتاريخ الاجتماعي للسودان. صحيح. ودي حاجة مهمة للغاية، لأنها هي بتكمل يعني الناس كان المؤرخين القدامى يعني التقليديين في الأربعينيات والخمسينات لحد الستينات، السودانيين الذين كتبوا في تاريخ السودان يعني تناولوه من مراجع معظمها بريطانية. صحيح. وتاريخ رسمي، وتاريخ ما رسمي. تاريخ اجتماعي، تاريخ رسمي. صحيح. يعني صحيح. فبرجعوا للوثائق، يعني من العنوان سيد السفير السودان بعيون غربية. وهو أنا دائما قاعد أقول على أشغال بروفيسور بدر الدين الحساسية العالية جدا في الاختيار. أيوة. المنتخبات دي مش مجانية، هو الرجل ده عنده حساسية عالية إنه يختار المواضيع. من أعماله سلسلة السودان بعيون غربية. أيوة. وتاني هي زي عشر أجزاء تقريبا، أو الآن 12 جزء. وكمان أنجز أيضا ترجمات روائية ليلى أبو العيلة. ليلى أبو العيلة فترجم لها تقريبا زي 3 روايات اللي هي شنو أساسية. حارة المغنى، حارة المغنى،
اللي هي عن قصة سعادة يعني استلهمة من حسن عوض أبو العيلة. حسن عوض أبو العيلة. حسن عوض أبو العيلة. وأيضا كتبت رواية أخرى عن فيها عن الإرهاب، ظاهرة الإرهاب الدولي، لكن ببعد مربوط بكازاخستان. أيوة أيوة أيوة, 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 أيوة. والرواية الثالثة ترجم ليها تاني بتاعت اسمه شنو؟ المئذنة ترجمتها أنت؟ المئذنة ترجمتها أنت؟ الهاشمي. الهاشمي المئذنة ترجم الهاشمي. اشتركنا سوا اشتركت معه لكن في الترجمة. أي صحيح اشتركت معه. أنا دائما هو بيرجع لي في البتاع، هو بيشتغل شغل خام وأنا بكمل وأسوي بنعملها سوا تقريبا. تاني عنده آخر ما صدر الرق. الرق من كتب ايوه ترجمات بجانب المقالات بتاعت بعيون غربية، يعني ترجم. وبيشتغل على حاجة مهمة جدا بيشتغل، وهي الطليعي الأسود بتاعت إدوار عطية. إدوار عطية نعم. وأيضا في المقاتلون السودانيون. المقاتلون السودانيون هذه الرواية الأخيرة بتاعت هذا آخر عمل له. السودانيون المقاتلون. الحقيقة هذا الرجل مجتهد صحيح، وهو ليس متخصص في الترجمة وليس متخصص في التاريخ ولا متخصص في الأدب، لكنه عمل وقدم إسهامات كبيرة جدا كبيرة جدا في مجال التاريخ ومجال الأدب صحيح، وأيضا في مجال التحقيق. لذلك قلت أنه دعم المؤسسة بيقوم به فرد واحد، لذلك نحن والله نحيي وبصدق وبدون أدنى مجاملة أعمال البروفيسور بدر الدين حامد الهاشمي. نعم. طيب نرجع للكتاب. الكتاب طبعا العناصر بتاعت الغلاف بوابة عبد القيوم، الناس هتشوفه على الشاشة يعني. أيوة. وجندي المهدية. أيوة. لكن قبل كده شنو اللي اتكتب عن درمان؟ والله في عدد من طبعا في الكتب التاريخية العادية الأكاديمية تناولت درمان من عدة زوايا، لكن بعض الناس كتبوا حكاوي أو مذكرات أو ذكريات عن درمان، منهم الأستاذ شوقي بدري. شوقي بدري طبعا مقيم في السويد لفترة طويلة جدا حكاوي أم درمان. حكاوي أم درمان. وطبعا أنا أخيل لي الإقامة في خارج البلاد بتعمل حاجة بتحرك في الشخص اللي عنده موهبة كده. الحنين بيخليه يستعيد كل الحاجات التفاصيل ويكتبها. السلوك التعويضي كده. السلوك التعويضي يعني يمكن ده يفسر كتابة كتابة الطيب صالح المزمل هجرة يعني من دون روايات الثانية. وفي كتاب آخر أيضا كتبه المزمل سلمان غندور. أيوه صح. عن أم درمان. عن أم درمان. وبرضه صدر في السبعينات أو في الثمانينات. صحيح صحيح. في بروفيسور إدريس سالم عنده مقالة مطولة عن المدينة في السودان. نعم. الخرطوم وأم درمان. نعم. ده عمل كبير كان. نعم. فيعني أم درمان حظيت بشيء كثير أيضا من الكتابة ومن الحقيقة، لأنها هي بتميزها يعني هي المدينة. هي طبعا أم درمان محل خلاف ومحل محبة. أيوة. يعني وده ويبدو لما دائما الناس نعم. تذكر منهجها أم درمان مش كده؟ الواثق. الواثق. محمد الواثق. شاعر الله يرحمه. نعم. نعم. محمد الواثق. محمد الواثق. وبرضو بعض ما كتبه البروفيسور عبد الله حمد الله. عن المدن المصنوعة. مدينة مصنوعة. مدينة مصنوعة. مدينة مصنوعة. يعني درمان طيب. حظيت باهتمام كبير من لما نقرأ المؤلف نفسه بيتكلم عن المدينة لا مشاحة أن إنشاء مدينة أم درمان على النيل ثم سرعة نموها وتوسعها وديوع سمعتها كان واحدا من أكثر الأحداث درامية وأهمية في المهدية. ولا شك أيضا في أن مناصري نظام المهدية ومنتقدي على حد سواء يدركون أهمية أم درمان الاستراتيجية والرمزية، ولا ريب أن هنالك تراثا غنيا من التقاليد والعادات قد تكونت ونمت وتطورت مع نمو وتطور تلك المدينة. ورغم عن ذلك فإنه لم يكتب الكثير عن هذه المدينة، وربما كان هذا العمل مبلغ علمي هو أول محاولة لتفسير أم درمان في سياقها السوداني معتمدة على إرشيف دولة المهدية والتقارير المعاصرة والمصادر الشفهية. من هنا بيجي السؤال، عناصر تكون أو تكوين هذا الكتاب التي اشتغل عليها كرامر عمل شنو؟ أنا أول شيء يعني أقول إنه الكتاب ينبغي أن نشير إلى الناشر. الناشر يعني اختار أو ربما يكون بدر الدين أيضا الهاشمي هو وراء هذا العمل، إخراجه بصورة جميلة طبعا. الصورة معبرة للغاية. صحيح. صحيح. الترجمة والتوزيع بالخط المؤثر واختيار الكلام الأخير اللي بآخر الغلاف الأخير
فيجب ان نشيد تماما انه فعلا لابد من الاشاده المصورات كجهه ناشره، فعملت عمل كبير. يعني المدينه يعني انا سؤالي كان كرامر اعتمد على شنو؟ ايوه اي مصادره. كرامر كتب كتابه ده سنه بين 86 او 87 ل 88 أيوة تقريبا. ايوه فالفتره دي هو طبعا رجع لمراجع اكاديميه كثيره جدا ما كتب عن درمان وكتب في تاريخ السودان. لكن الشيء اللي لفت نظري في هذا الكتاب انه لجا الى ما سماهم المترجم مخبرين، او هم ديل المصادر اللي استقى منهم تفاصيل شفاهه، جلس اليهم واستقى منهم كلام كثير جدا جدا، ودي حاجه مهمه جدا جدا بتكمل يعني بتخلي الكتاب انه ما كتاب تاريخي اكاديمي صارم، لكن ايضا في جوانب فيه تتعلق برصد الظواهر الاجتماعيه، رصد للتكوين بتاع المدينه تم كيف وكبت كيف، والسكان توزعوا كيف في الاحياء بتاعه المدينه، ففي من التاريخ وايضا شيء من التاريخ الاجتماعي للمدينه، ودي حاجه يعني يمكن غير مسبوقه. وفعلا الكتاب ده بالمعنى ده هو الكتاب الاول من نوعه عن مدينه ام درمان، لانه يعني تناول ام درمان بصوره اكاديميه صارمه، وايضا الرخ للجوانب الاجتماعية لنشوء هذه المدينة وتطورها. يعني هي طبعا مدينة يعني لم تصنع بالسهل، لكن قامت على وضع مختلف في البيئة. طبعا البيئة تصنع دي بتجيب لك المشاكل، بتجيب المشاكل. نعم. انت تصنع دي قصد شنو؟ انا المدينة طبعا بتنمو. المدينة بتصنع اصلا. المدينة اصلا بتصنع طبعا. بتصنع. لكن هي نمت، لانه طبعا ام درمان في منطقة ام درمان كانت الاسم التاريخي القديم بيذكروا في الاثار وشل. وعندنا الجمعية ساكنين في أطراف المنطقة، الآن هي صارت جنوب أم درمان منطقة الجمعية والفتحاب الفتحاب حتى دي وبسعيد، فدي يعني مناطق قديمة طبعا دي يعني من أكثر من مئات السنين يعني موجودين. وشمال أم درمان أيضا لحد السراب والمحلات البغادي بشرق النيل وغرب النيل أيضا في مناطق في قائمة والسكان موجودين كانوا فيها. لكن جية المهدي لفتح الخرطوم، مش فتح الحقيقة، هي استعادة تحرير استعادة الخرطوم كمدينة حرة سودانية. صحيح. من 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 الذين كانوا يستعمرونها الوقت ذاك، طبعا كان الحاكم التركي تركيا الوقت ذاك، ونيابة عنه يغردون، وكانت القصة إياها طبعا. نعم. فقرار المهدي بالانتقال إلى أم درمان كان قرار حكيم، لأنه هو يريد أن يعيد الصورة بتاعت الوطن إلى نفوس الناس. يعني صارت الخرطوم هي محل فعلا هي يسكنها الأجانب. صحيح. كانوا فيها لقباط، وكانوا مدينة فيها المستعمر. مدينة المستعمر هي كل السكان موزعين في المدينة، على أساس أنه ما في السودانيين لم يكن عندهم وجود كبير. صحيح. في هذه المدينة. صحيح. صحيح. ولذلك المهدي انتقاله لأم درمان كان انتقال رمزي كبير لانتقال. انا حجيك طبعا لتحول لدي، لانه انا ذكرت برضه حقه نشير برضه باعجاب. نعم. الى شغل حمور زياده شوق الدرويش، لانه ايضا في ام درمان القديمه. ايوه لازم نشير انه برضه شغل حمور. أيوة. كان جميل. نعم. ممتاز. نعم. لما نقرا فصول الكتاب للتعرف على غنى هذا الكتاب. طبعا هو افرد الفصل الاول الكلام عن المدينه السودانيه. ايوه اصلا كلام. لذلك تلقاه بيتكلم عن شندي. ايوه كده. نعم. بيتكلم عن الابيض وعن اربجي. نعم. وعن سنار، وهنا هو يبدو قريب من ما كتبوه الرحال الاجانب اللي زاروا السودان. بالظبط. مش كده؟ بالظبط. دي كانت مصادره يعني. دي مصادر روس وكايو. نعم. والمجموعه يبدو ان دي المصادر الاولى التي ايوه طلع عليها بنى عليها تاريخ بنى عليها بلا وتوجهه وده الطرح بتاع تاريخ المدينه في السودان. بالظبط. تاريخ المدينه في السودان ككتاب خطوه لقدام، استند على هذا التاريخ القديم، استند على كتابات الرحاله، استند على كتابات التاريخيه اللي اتكتبت بعد ذاك وكذا، لكن مشى خطوه لقدام، دخل في التاريخ الاجتماعي ودخل. جميل. في تكوين المدينه. اذا الفصل الاول بتاع المدن في السودان هو استنادا على ما كتبوه الرحال الاجانب اللي. نعم. زاروا السودان. نعم. نعم. انا بعد اذنك اطلع فاصل ثم ناتي لنواصل الحوار جدا حول هذا الكتاب المهم على سبيل. في هذا الفاصل نشاهد وراق الاسبوع ثم نعود ونواصل الحوار في هذا الكتاب المهم، مدينه مقدسه على النيل ام درمان في سنوات المهديه 1885-1898، روبرت كرامر، ترجمه بدر الدين حامد الهاشم. كونوا معنا. مرحبا بكم مرة أخرى، زلنا في الوراق في هذه الحلقة الجديدة التي نناقش فيها كتاب
مدينة مقدسة على النيل هو كتاب يمكن زي ما قال ضيف الكريم هذا أول عمل أكاديمي رصين عن مدينة أم درمان والتي تحتل في وجدان كل السودانيين موقع مهم. معالي السفير جمال مرحبا بك. أهلا وسهلا. طيب مرة أخرى في ما يتعلق بأول ظهور للمدينة يحكي كرامر في صفحة 48 وظهرت أم درمان في خريطة لأول مرة في كتاب مذكرات الرحالة البريطاني ويليام براون الذي زار دارفور في تسعينيات القرن 18 ثم ظهرت مرة أخرى في خريطة رسمها ويليامسون لأفريقيا عام 1800 وفي خريطة لجون بينكرتون لأرض الحبشة والنوبة صدرت 1814 وأتت مخطوطة كاتب الشونة في تاريخ السلطنة السنارية على ذكر أم درمان عديد المرات. فهو بيتكلم عن وجود قديم حتى قبل المهدية. نعم. لمدينة أم درمان. نعم. نعم. أنا يمكن أشرت في كلامي الأول في الجزء الأول من الحلقة إلى يمكن إنسان أبو عنجة. أيوة. ده تاريخ قديم جدا جدا. أيوة. في منطقة خور أبو عنجة لقيت آثار قديمة جدا بتعود لأكثر من 2000. أنت بتقصد إنسان سنجة؟ أبو عنجة. أبو عنجة فيها إنسان؟ فيها. لا والله. أيوة وجد. أبو عنجة. يعني يمكن أنا الكلام ده استقيته من محاضرة حضرتها للمرحوم الراحل مكاوي مصطفى. الله يرحمه مكاوي مصطفى. كان عنده انشغال أم درمان. عنده انشغال بتاريخ أم درمان انشغال شديد يعني. خاصة تاريخ القديم يعني. صح. هو حكى عن 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 منطقة أبو عنجة دي إنه كان فيها آثار ترجع إلى أكثر من 2000-3000 سنة قبل الميلاد. دي حاجة قديمة. فالمنطقة دي كانوا يسكنوها بشر يعني قديمة زمان يعني ما مسألة إنه الآن لكن تطورت المسائل بعد المهدية وبعد الوجود التركي وجاءت المهدية. يعني ما صحيح بداية التاريخ للمدينة مع المهدية. عاوز تقول كده؟ أيوة. ما نبدأ مع 1885. ليست بداية ما بداية هي موجودة موجودة لكن كانت حاجة يعني ما عندها وجود ملموس كمدينة يعني لكن طبعا المهدي لما اختاره اختار أن تكون عاصمة له عاصمة لوطن عاصمة لبلاد كبيرة فكانت أنشأ تمام دي معلومة مهمة دي معلومة مهمة. في صفحات برضو المشاهدين نقول لهم في صفحة 50 أنه وأنت دي نقطة ذكرتها معالي السفير الآن أنه المهدي كان حريص جدا على أنه ما نسكن في الخرطوم ده عاصمة الترك بالضبط وذاته كان بيقول الترك الكفار الترك والكفار الكفار ما بنقعد معه لا الترك كفار ذاتهم في تقديره كان يعني فمنشوراته كانت تتكلم على كده مثلا في صفحة 50 صحيح يعني ذكر المؤرخ البريطاني هولت بي ام هولت مشهور أن مبعث قرار الخليفة لتحويل العاصمة عبر النهر لأم درمان هو عدم ثقته في أقرباء المهدي الذين آثروا الاحتجاب في الخرطوم وعدم الانتقال لأم درمان. أنا عندي نقطتين. النقطة الأولى متعلقة بالكلام اللي قلته والنقطة الثانية متعلقة بصورة أم درمان عند الأم درمانية. طيب نبدأ بالأولى. ما توفى المهدي بعد سقوط بعد تحرير الخرطوم 6 شهور يعني 6 شهور وفي بعض الوثائق بتقول أنه كان أشد إصرارا على نقل العاصمة مش كان المهدي كان الخليفة للسبب اللي ذكره هولت ده. طيب تقول شنو؟ والله يعني صح يعني شيء من الحساسيات بين الأسر والقبائل في الفترة دي بدأت تظهر طبعا خاصة لأنه المهدي طبعا لعب دور أساسي في تجميع كل الناس حوله وكذا ومشاه لكن غيابه المفاجئ يعني أو مرضه يمكن بداية صحيح. مرضه بداية. لكن القرار كان قبل الحساسيات دي ما تقوم كان قرار إنه العاصمة دي حقة الكفار فنحن ده ما محلنا دي ما عاصمتنا ودي ما الحتة اللي نحن ماشيين ننشر فيها الدعوة بتاعت المهدية نحن نمشي درمان الخرطوم نخليها فما كان الحساسية بتاعت الخلافات طبعا كرامر بيقول كلام غير ده كرامر بيقول أنه المهدي نهائيا لم ينادي بتأسيس مدينة كرامر قال أنه المهدي لأنه هو في وعيه وفي مشروع الفتح الإسلامي الكبير فما كان أصلا موافق على استقرار في مدينة وأنه أم درمان صنع الخليفة عبدال لكن ما ده ما حصل يعني قال يعني المنشورات دي ما فيها دعوه للانتقال مهدي ده قال دعوتي دي ما بتجي في حته ماشي عشان تعم المشرق الاسلامي كله نعم. فما قال اعملوا مدينه العمل مدينه الخليفه عبد الله دي معلومه يعني جديده قال كرامر والله كرامر الى حد ما يعني في كلام زي ده حقيقي في هنا لكن طبعا المهدي جاء من درمان سكن من درمان يعني القبة قامت في درمان لا القبة دي بعد وفاته لكن ما عندها علاقه يعني بحياته اقصد لك يعني القبة اعمال الخليفه لكن هو كان موجود في درمان المهدي ذاته ما قعد في الخرطوم قعد في درمان
والبدء البدايه بدات بدات وجوده كلها في الدرمان، ما كان في حاجه في الخرطوم. الخرطوم كانت مدينه مهجوره تماما بعد الغزو والفتح بعد ما هم دخلوا، فما كان في مدينه في الخرطوم يعني، بالعكس كانت خرابات. حتى يمكن لحد يعني لو تتذكر الصوره طلعت عن ثوره 24 ومقتل عبد الفضيل الماظ وبتاع، كان في خرابه كده لحد كثير ما جاء، كان في صور انه خرابات الخرطوم، ما كان في حاجه، ما كان في مأهول ابدا باي سكان يعني. طيب حتى ام درمان يعني الاقباط والاجاريق والبتاع يوم درمان كلهم الخليفه سكنهم بعد ذاك في المسالم وكذا. هو يمكن الموضوع ده محتاج يزول هيستيريا يعني مؤرخ، طبعا دايره مؤرخ يعني. لكن كلام كرامر انه اصلا المهدي لم يكن يرغب في انشاء مدينه. طيب نمشي النقطه اللي بعدها، ضايل حاجه كبيره. وصف وصفت مدينه ام درمان مع بدايه الدوله المهديه في صفحه 54 بيقول انه كانت ام درمان قديما منطقه كثيفه الاشجار، عدا شريط ضيق على شاطئ النيل كان أفراد من عرب الجموعية الذين يقطنون قرية الفتحاب جنوب المدينة يقومون بزراعته. الآن نتكلم على شريط موجودين في الجموعية بزرع عشان نقرب الصورة للمشاهد. في الغرب لمسافة ميل كانت أم درمان أرض صحراوية تماما، ومع بدء السودان الاستقرار سنة 1885 وما بعدها شرعوا في إزالة الأشجار والأعشاب البرية من أجل تشييد منازلهم. وكانت تلك المساكن عبارة عن أكواخ أو أعشاش متواضعة مبنية من الخشب وسيقان الذرة. يجي يقول أنه وكان يميز شاطئ النيل ميناءان طبيعيان، واحد في نهاية المدينة من الناحية الشمالية قصده أبروف، واحد في جنوب المدينة الموردة، مش كده؟ ويجي يتكلم على أنه التسميات اللي جات للتقسيم بتاع السوق وكذا وكذا وكذا. طيب انا سؤالي في الاتجاه ده انه احنا حقيقه امام شخص راسم لنا خريطه لجغرافيا السكان في المدينه بشكل دقيق جدا. جدا لم يسبق شخص ان كتب بهذه الدقه. طيب وانت ودوم درمان وكذا التعبير ده سليم؟ انت ودوم درمان يعني لا يعني تعبير الدرمان ده سليم يعني؟ سليم بالله ده بصف لي كويس يعني بصف لي كويس يعني انا ما اتصور لان انا يعني ما صغير في السن، لكن يعني اذا كان بيتكلم عن مساك بيوت كانت مصوره بعد الحشائش والبتاع انا شاهدتها بنفسي. انت ما كبير لكن ذاكرتك فيها شنو؟ ذاكرتي فيها الحاجات اللي شفتها بعيني مثلا يعني الكلام لما تقول لي بعد يعني اكثر من ميل لورا من وين؟ ما في من من من, من النيل من البورده مثلا وتتجه غربا اكثر من ميل يعني كانت ارض خلاء يعني خلاء نحن كنا اطفال بنمشي نلعب فيها خلاء يعني ما في شيء مزروع ولا في شيء بتشوفه انت حاجه وانا بتذكر حس انا سكنت في مدينه المهندسين يعني عطفا على الكلام ده انا سكنت في مدينه المهندسين من اوائل الناس اللي سكنوا في مربع يعني جنوب مقابر حمد النيل المنطقه دي ما كانت مهوله ابدا يعني انا لما جيت سكنت كنت بزيد حشائش ده في التسعينات تخيل هسه يعني 1990 فالحشائش اللي بيوصف كده كريمر ده انا يعني برضه اشتغلت فيها اصلا وصفك انا عن وصفي اولاد ام درمان ده اللي انا حجيه نعم لانه فيه خلاف لكن من الملفت او مش الملفت عباره عجيبه ذكرها ريزجونيلي ده طبعا الاسير الايطالي المهدية نعم قال انه ام درمان كانت متحفا حقيقيا كانت متحف يضم بين جنباته كل انواع البشر يعني زي ما بيقول الفرنساويه الكوسموليتان يعني المدينه اللي فيها تعدد معقد جدا جدا لكن في الكتاب لما انت تلقى التعدد بتاع السكان بتلقى ان المدينه صممت على اساس عرقي في كتاب كرامر مش عارف الحمر يسكن هنا النوبة يسكن هنا الأمراء يسكن هنا يعني تم تقسيمها على أساس قبلي والله يعني في قبلي ووظيفي أيضا وظيفي كيف ولا يعني لما تقول أنه الناس المعنيين بالأحوال المالية بتاعت الدولة كانوا بيكونوا في حتة معينة بيت المال تمام لما تمسك الـ 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 ملازمين الأجهزة الأمنية كانت في الملازمين يعني في حاجات وظيفيه عملت يعني في بقيه الجنود اللي هم ديل ما كانوا من قبائل محدده معينه لكن كانوا بما يطلق عليهم بعض المؤرخين انهم منبتين او لم رقيق لم ينتموا لقبائل لا كانوا رقيق يعني او كانوا رقيق كانوا رقيقه ما حساسيه رقيق دي في الوقت ذاك ما موجوده طبعاً. ما تحسب عليه هذول كانوا بيسكنوا في مناطق جنوبيه من درمان
وبعدين عندهم برضو دور اجتماعي يعني هم ديل بيكونوا مشاركين في حاجات يعني عندهم دور اجتماعي في وظيفة يعني بيت المال الشؤون المالية الشؤون المالية الملازمين الحراسة والتأمين للبلد مش كده؟ لكن طبعا ده لا ينفي انه كان في ايضا احياء شيدت وانشئت على اساس عرقي او قبلي مش كده؟ لانه طبعا الخليفة كان حريص جدا جدا انه كمان يحاوط نفسه يجيب ناسه من دارفور من كردفان مناطق دي كلها من غرب السودان عموما يعني. ففي هجرة كبيرة يعني. الهجرة جاءت الأنصار دي كلهم هاجروا إلى مدينة أم درمان مقر الإمام الخليفة. لما يقول كرامر أن هي مدينة مقدسة لا ينفك يذكرنا بأنه قبة المهدي كانت رمز يعني رمز قداسة المدينة زي ما بيقول كرامر. لذلك نحن قلنا لك حتة صغيرة بس يعني أنه بيقول كرامر أنه أم درمان نفسها تعدد أسماء دلالة على قداستها. البعض سماها البقعة المباركة وبعض سماها البقعة الطاهرة والبقعة الدائمة وعاصمة الإسلام ومركز الفلاح ومركز الإرشاد ودائرة الكون. ويديك وصف عجيب أنه كان المسؤولون في حكومة المهدية أيام الخليفة طبعا يراقبون المهاجرون القادمون للعاصمة مراقبة دقيقة ويبعثون بتقارير مفصلة عن حالتهم وسلوكهم العام للخليفة مباشرة أو الأمير يعقوب. إيه يقول حاجة مهمة أنه ما يخش المدينة إلا يلبس نظيف عشان يدخل يزوروا القبة بتاعة الخليفة بتاعة الإمام بتاعة المهدي يعني. وفي أيام المهدية قلما كان السودانيون يستخدمون اسم أم درمان مجردا يقولوا ليك المطهرة والمشرفة والمباركة. وحتى أن الأسير الإيطالي غليز بيكوزي كيس قال أنه أرسل خطاب سري للمخابرات العسكرية المصرية وذيلوا بتوقيع وكلمتي البقعة قرب أم درمان. صناعة المدينة المقدسة في أم درمان هو عمل الخليفة عبد الله بامتياز. يعني في إشارة كانت ذكية برضو من كريمر في أنه المسألة دي يعني رجع لي تاريخ التاريخ الإسلامي لورا. فهو شايف أنه هجرة الأنصار إلى أم درمان أقرب للهجرة بتاعت سيدنا محمد من مكة إلى المدينة الهجرة النبوية. فالهجرة النبوية دي هي تقريبا لدته جابت له الفكرة بتاعت التقديس قداسة المدينة زي ما حصل في الحجاز حصل أيضا في ما تنسى هو خليفة خليفة سيدنا أبا بكر يعني أيوة. فده بيشوف التاريخ يعني هو قرأ على سياق التراث الإسلامي تقريبا دي هي الفكرة دي الحاجة اللي هدت كرامر يعني وصلته للحتة بتاعت إنه يصف مدينة أم درمان بأن مدينة مقدسة لأنه فعلا بعد ذاك الخليفة حولت لمدينة مقدسة الخليفة فعلا حولها إنها تكون مدينة مقدسة صنع صناعة عشان تكون مدينة مقدسة فنحن ما ننكر إنه هي مدينة مصنوعة صنعت هي كانت حاجة خفيفة لكن طبعا بعد ذاك تكونت في شكل مدينة. قبل ما نطلع على الفاصل في فصل مهم جدا عمله كرامر اسمه سكان أم درمان بيتكلم فيه عن التنوع والتعدد للساكنة بتاعين المدينة ومن الأشياء الملفتة برضو الاختلاف حول عدد السكان يعني كان أم درمان دي فيها كم لما الخليفة كان حاكم مثلا ريزغيرينلي وهو الأسير الإيطالي قال أم درمان دي فيها من 120 ألف ل 150 ألف نعم شوغير قال لك كان فيها مليون المخابرات المصرية يعني قالت كان فيها 400 ألف لما جاءت مجاعة سنة 6 نقصت السكان 25% ده بحسب شهادة محمد عبد الرحيم. أنا هطلع فاصل وأجي نتكلم شوية حول تركيبة الدرمان. تركيبة السكانية كده بعد في هذا الفاصل نشاهد كتاب الوراق ثم نعود نواصل الحوار مع السفير الشاعر والأديب الأستاذ جمال محمد إبراهيم مناقشة لكتاب مدينة مقدسة على النيل أم درمان لبول كرامر. مرحبا بكم مرة أخرى لازلنا في هذه الحلقة الجديدة من الوراق مع السفير الشاعر الأديب جمال محمد إبراهيم مناقش كتاب كرامر والذي ترجمه البروفيسور بدر الدين حامد الهاشمي كتاب مدينة مقدسة على النيل أم درمان أبان سنوات المهدية. مع السفير مرحبا بك مرة أخرى. الكتاب كبير جدا وإحنا كان الغرض الرئيس أو إحنا غرضنا الرئيس دائما في الوراق بس تسليط الأضواء على على كذا لكن خلينا نقرأ على الكتاب يعني لكن خلينا نقرأ ليه مثلا من الأشياء اللي هو بيتكلم عنها في سكان المدينة يعني سكان احنا المجتمع قال شكل الإداريون والعاملون بالدولة جزءا من سكان المدينة الأساسيين
وحصر تقرير استخبارات السودان الصادر سنة 1898 أنه كان في 234 بيشتغلوا في بيت المال للموظفين. 234 شخص زول بيشتغلوا في بيت المال. أوكي. وبعدين اتكلم عن المحاكم والترسانة والعمال والفنيين وقال تزيد نسبة الرجال النساء آسف إلى الرجال المذكورة أعلى كده كده النسبة دي يعني يعني في 936 في مقابل 234 يبدو عشان المجاعة حصلت وكده. السؤال ممكن نتناقش حوله كده، هل حقيقة إنه السكن أم درمان جمعت كل سكان السودان ولا الأمر ده فيه شوية تزيد كده لأنه كل دي مقلقة شوية؟ أيوة أنا معاك في الحتة دي، لكن طبعا حصلت هجرات عظيمة جدا جدا إلى مدرمان في الفترة دي بتاعت الخليفة عبد الله التعايش يعني. العشر سنين أو الخمس سنين الأولى دي كان يعني هو كان محتاج إنه أي حاكم بيحاول يحمي نفسه طبعا طبعا ويستند على 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 السكان القريبين له، خاصة لأنه ما كان في حاجة يعني ما كان في سياسات ولا كان في حاجة ولا في تهديدات خارجية أو كده، لكن كان هو داير يعزز حكمه في العاصمة بتاعته. فلجأ لأهله أسرته قبيلته بتاعه وقال لهم تعالوا بتاعه، عدد كبير من القبائل في كردفان ودارفور نزحوا لمدرمان. بعدين في ناس جابتهم العقيدة حبا في المهدية طبعا في المهدي طبعا، فدل كلهم جو نزلوا في هي نسبة عالية، لكن لا نستطيع أن نقول كل نقول السودان. كل السودان صعب صعب ولا نقدر نقول مليون. دقة مهمة يعني قصة أنه كل السودانيين كانوا في هذه المدينة ده الأمر كده. الفصل الثالث هو بيتكلم عن زي ما تفضلت سيد السفير حكم، الفصل عنوان حكم وإدارة مدينة المهدي، السلطات وهياكل الحكم والإدارة، الخليفة يعقوب والأنصار، المؤسسات ومجتمع أم درمان، أمور الصحة والسلامة، ريد غطى أشياء كثيرة. ثم الفصل الرابع ملفت اسمه النظام المهدي الاجتماعي وأم درمان. النظام الاجتماعي قال نحو مجتمع مثالي، ثم الخليفة بين المثالية والواقعية، ثم بيت المال والنظام الاجتماعي. والفصل الخامس سماه العلاقات الاجتماعية في مدينة المهدي، أنماط الاستيطان، النشاطات الاقتصادية، تكامل النخب، مجتمع في حالة تغير. الفصل السادس اسمه تجربة أم درمان، ثم في ملحق ومذكرات وكذا. لما نناقش مصادر كرامر هو ما كتبه سلاطين وما كتبه أولفالدر اللي هم ما يسموه أستاذنا بروفيسور أبشوك كنت سجناء المهدية، كتابات سجناء المهدية. سجناء المهدية نعم. دي صورة أم درمان بشكل فيه تشويه. هل كرامر انقاد للاتجاه ده ولا كان أكثر موضوعية منه؟ والله أنا بفتكر إنه كريمر كان في وضع أفضل من الأسرة. الأسرة كانوا طبعاً ديل تحت ضغط نفسي محدد ومعين، وهم أسرة يعني الأسرة غير الشخص اللي بيكتب وهو حر. فالكتابات الجاد بعد ذاك كلها في كتابات فيها نوع من الحرية يعني، وفيها كتابات صدق أكثر، لكن كتابات الأسرة طبعا هم مضغوطين فيها تحامل، فيها تحامل، فلا ترقى أن تكون مصادر رئيسية لكتابة التاريخ الفترة دي يعني. رغم أنها هي فيها وصف لحاجات وحالات وكذا، لكن أنا ما بقدر أعتبرها مصادر تاريخية رئيسية لتلك الفترة. وطبعا في رأي تاريخ عند المؤرخين أنه نأخذ منها ما نأخذ المعقول فيها ونحقق الباقي وكذا. والله طيب يبقى معناه عشان نقول الكتاب ده ما كتبوه الرحالة الأجانب اشتغل عليه اشتغل عليه، ما كتبوه سجناء المهدية والأسرة. نعم. الجانب الثالث كنت بتقول لي المقابلات الشفهية، وأنا بفتكر المقابلات دي كانت أساسية وكانت رئيسية، لأنه هي ده العمل الميداني اللي هو انطلق منه إعداد المادة بتاع الكتاب كلها وتجويد الروايات اللي هو اطلع عليها في الكتب بتاعت التاريخ الأكاديمي والتقليدي وأيضا كتابات الأسرة وديل. فهو استطاع أن يجد ما يكمل به الثغرات الموجودة في ما اطلع عليه من كتب. وإذا كانت يعني جاب الناس هم درمان في الثمانينات في آخر الثمانينات، فهم سماهم المترجم سماهم مخبرين قلت لهم كلمة مخبرين دي شوية طبعا هاي، لكن يعني هي طبعا ديل الناس اللي هو استقى منهم روايات شفهية وأخذ منهم تفاصيل كثيرة حول بعض الحاجات اللي وردت في الكتب بتاعت التاريخ. وبرضو ما بننسى الرجل العظيم يعني بابكر بدري كان حاضر في كتابه حياتي مذكراته، حاضر كمرجع بالنسبة لإكرامه. شهادته كانت قوية جدا صحيح. جدا وهو طوالي كان بيشيل مقتطفات من صح كتابه بيزبيها. في كل الفصول يعني أسي في الفصل بتاع تجربة درمان أخذ من الأستاذ بابكر بدري في كتاب حياتي شيل منه. نعم لقد كنت أنا
من غامر بحياته محاولا صد البواخر الغازية. أنا من لم يخشى لقاء العدو، أنا من بدأت في استعادة حلفة برفقة 8 فقط من المقاتلين. اليوم أمسح وجهي بالتراب محاولا دفن رأسي في الرمال بلا تفكير في الاختناق، فقد شل التفكير في الموت عقلي، مع أني كنت في مواقف أكثر حرجا سعيدا بلقائه. ثم تلقى بكر مصطفى تلقى يبدو دارجة هنا الذي كان يقف على يميني، تلقى جرحا آسف في يده اليسرى، فعاد إلي صوابي أخيرا، وتذكرت ما كنت قد وعدت به أو وعدت به من معي من المقاتلين. الرواية دي خشبها هو حول تجربة بناء المدينة والفاعلين الاجتماعيين في المدينة، ومن همهم طبعا الأستاذ بكر بدري. وأنا بجي بلقى في الكتاب ده المخبرين اللي قلتهم في أسماء كثيرة برضو عشان ننبه الناس، يعني عباس أحمد محمد، وقال عباس أحمد محمد ده هو ابن أحمد محمد قدح الدم الأمير المهدوي وشيخ فلاتة فولاني فلاتة أم درمان في غضون سنوات الحكم الثنائي، هو خبير بشؤون مجتمع الفلاتة بأم درمان، قابلته سنة 87. عباس أحمد عمر وهو ابن سنجك في عهد الحكم التركي المصري وأمير مهدوي من سكان الجزيرة، ثم قابل عبد القادر شريف عبد القادر محمد أحد أقرباء الخليفة خليفة محمد شريف، وقابل عبد الرحمن إسحاق خدر وأحمد مكي العربي وأبونا دانيال رئيس أساقفة الكنيسة القبطية وأحمد محمد ودبدر شيخ أحمد سليمان. ذكر كل الناس ما فيهم النساء اللي قابلهم وأخذ منهم المعلومات. ده من أسأل ده بحث هذه القوة، لأنه دي شهادات ناس هم طبعا مش معاصرين، لكن من البيوت اللي كانت في ثورة المهدية موجودة وكذا. خلينا نسأل سؤال، في عصرية لأم درمان؟ نعم، في عصبية لأم درمان؟ نتفق على النقطة دي؟ يعني إلى حد ما فيها أنت عاوز تلطفة، لكن في عصبية موجودة. لا ما أقول لك إحنا أولاد أم درمان يعني دي ما عصبية، ما نوع من العصبية. طيب. يعني هل العصبية محمودة؟ ما محمودة، ما فيش عصبية محمودة أصلا. هل العصبية دي قايمة على معرفة أصيلة بالمدينة، ولا هي بس واقفة في حكاوي؟ ما احترمنا الحكاوي يعني، لأن هي جزء من التاريخ الاجتماعي. جورج مشرقي وأم درمان القديمة وأغاني الحقيبة والشعراء وكذا وكذا، هل هي قايمة على معرفة حقيقية زي ما قدمها كرامر بالمدينة، ولا بس لسه هي في المستوى ده، المستوى اللي نسميه مستوى سطحي يعني؟ المستوى بتاع والله يعني أنا ما بقدر حكاوي والقصص يعني القصص دي ما بقدر أقول لك إنها هي دي قصص مسطحة وكذا وما عندها، لكن في حاجات لا في أهمية، في عندها أهمية عندها أهمية. يعني المستعمر لما جاء إدوارد عطية وأنشأ إذاعة في مدينة أم درمان، هو قاعد في الخرطوم. أيوة. ما عمل في الخرطوم، عمل في الخرطوم صح، عمل في أم درمان. فستيل في حاجة في أم درمان هي عندها بتتميز بأنها هي المنطقة التي بيطلع منها بيسمع منها المواطنين السودانيين بيقولوا شنو، ومحتاج يقول لهم شنو. الحته بتاعت الاعلام كانت من درمان ولم تكن الخرطوم. ده زول ربيع في قلم المخابرات، في قلم المخابرات يعني ده المفروض يكونوا فكروا في حته ما بيعمل حي ساكت، ما بيعمل حي ساكت يعني، لكن بيجي من درمان. ومن درمان عنده هي دي الحته بتاعت المركز بتاع، مش لانه داري يعزز وجود المدينة اللي كان فيها المهدي ودار يعيد المهدية من جديد أو كده، لكن لأنه بفتكر أنه السنتر بتاع الحشي الإعلامي والشيء والطرح بتاع الوجود بتاع الوجود الأجنبي الكولونيا للوجود يعني بيتعزز من مدينة درمان وليس من مدينة الخرطوم. فدي بتديك إنديكيشن، أنه بتديك إشارة أو ملمح أنه المدينة دي هي مدينة مهمة عند حتى المستعمر، مش عند الناس بس يعني. ولذلك القصه بتاعت انه هي يعني في شيء من العصبيه. انا طبعا كنت قصد النقطه الاساسيه انه لا يختلف اصلا الاثنان على اهميه مدينه ام درمان. اي طبعا، واهميه مدن سودانيه كثيره هي شبيهه بمدينه ام درمان، ما عندنا خلاف حول هذا. لكن انا بقصد انه لا يعني هذه العصبيه وهذه المحبه لم تترجم على مستوى المعرفه، اي لم نقع على كتب ولا مؤلفات. أيوة. كتبت صحيح، ذكرنا شوقي بدري والأساتذة الكرام ديل وكذا، لكن ما في، ولا ما بتتفق معي؟
بتفق معك فيه. طيب. إن هي طلعت دي كلها حكاوي. حكاوي. نعم نعم. لكن ما حكاوي أو قصص أو لتمجيد أم درمان بس، لكن برضه هي جزء فيها شيء من التفاصيل التاريخ. يعني ما شيء الكتاب اللي كتبه بابكر بدري في شيء كثير جدا من تاريخ أم درمان موجود في حكاوي وبحر عن مشاهداته. طبعاً. حاجات بعملها في أم درمان. طبعاً. في حاجات مهمة. صح. فهي إلى حد ما بتلقى فيها نتف من التاريخ بتاع المدينة. في الحكاوي الميتانة دي ذاتها، في الحاجات الخفيفة دي يعني اللي اتكتبت دي، فيها شيء من تاريخ المدينة الاجتماعي فيه. وشال منه كريمر في مع في جلساته مع بعض الناس اللي قابلوا في درمان، منهم اخونا الاستاذ المعلم عمر الهشماري. عمر حسن الهشماب ده من الهشماب. من الهشماب. فديل فالناس زي نوعيه الناس اللي قاعد اليوم استقى منهم معلومات شفهيه وكمل بيها حاجاته فعلا. ليه؟ لانه كانوا فعلا كانوا بروميننت فيجرز، يعني ناس عندهم مكانه في درمان، عندهم معرفه بالتاريخ وبالاشجار الاسر الموجوده في درمان، والحاجات دي كلها عندهم موجوده يعني. فهو استقى شيء من التاريخ الاجتماعي من جلساته وقعده مع نازل. وقعد طبعا هو حكى عن جلسات طويله جدا جدا مع بعض آل المهدي. ايوه. ولو انه يعني لاحظت انه هو لم يلجا الى القيادات في الاسره يعني. كان بيقعد مع ناس ويشيل منه معلومات عن الاسر، عن الزيجات وزواج المهدي وزواج الخليفه والحاجات دي، لكن ما بتلقى مثلا شخص مثل الامام الصادق المهدي. ما ده برضه ده نقطه والله. ليه ما لجا للسيد؟ ما في. وطبعا الوقت ده كان السيد الامام رئيس الوزراء. ما ننسى برضه والله 87 كان رئيس الوزراء. لكن كان مهم انه كان ممكن تقابل ما كان معارض ولا كان في موجوده لحد 88 طلع. ملاحظه مهمه من والله. ولا حتى بالنسبه للقيادات بتاعت الختميه اللي هي موجوده في درمان. موجوده في درمان. فبرضه ما يعني المؤلف ماش حسيت بانه كريمر ده وصل للحته دي. طبعا هو احنا ما دارين انه يؤرخ لنا الحركه الوطنيه والشيء السياسي طبعًا يعني طبعًا. هو داخل ده يشتغل شغل بتاع المجتمع بتاع السودان الموجود. المجتمع الامدرماني الموجود في الوقت ذاك يعني. وهو ارتبط بفتره محدده في غلاف الكتاب يعني. ايوه بس المهديه بس من 85800 ل 98800 بالضبط، مع بدايه الدوله وسقوطها. بالضبط. هو حدد المكان وحدد الزمان. ف يعني احنا ما نقدر نلومه طبعا في الحته دي، لكن أنا يعني أجبت كثير بالجلسات الميدانية العملة مع السودانيين، كبار السودانيين الموجودين في تلك الدرمانيين اللي كانوا موجودين في تلك الفترة، وجلس إليهم واستمع إليهم وشال منهم تاريخ كبير جدا جدا كمل به الطرح بتاعه حول درمان. ألفتني برضو أنه طبعا الإنجليزية هولي سيتي أون ذا نايل أم درمان ديورينج ذا مهدية وكذا، الغلاف بتاع طبع الإنجليزية ظاهر فيه شخص يرتدي زي الأنصار. أيوة. أو ما يسمى يعني المرجع. المرجع ده. فيبدو أنه بروفيسور بدر الدين شعر بحساسية ما في هذا الغلاف في التنميط ده، لأن الغلاف الإنجليزي الرئيسي فيه زول لابس الجيبة والمرجع ده كله. هنا لا، هنا استعاض عنها بالقبة ببوابة عبد القيوم وبالمعركة دي. أيه. وباقي الحكاية خلاها خفيفة. صحيح. لو لاحظت في الصورة ما واضحة. أيه. بدل مجهود كرامر كبير جدا. وأنا عاوز أقول أنه يعني من نناقش كتاب زي ده في تلفزيون صراحة الواحد بيكون شاعر بأنه مكتف جدا وعاجز على أنه يقول كل شيء. ده مجهود. صحيح. كبير للغاية جدا. إحنا بنقول في نتف الآن. أيوة. حقيقة قليلة جدا. لذلك أنا دعوتي دائما في الوراق أنه لابد من الذهاب للبحث عن هذا الكتاب لقراءته للمشتغلين. نعم نعم. بتاريخ المدينه. نعم. وهو المشتغلين بتاريخنا الاجتماعي عموما. أيوة. انا فيما تفضلي من دقائق قاعد اشتغل معاك انت سيدي السفير. جدا. ايه اشغالك الاخيره؟ انا اخر حاجه اشتغلت معاك في الوراق هنا روايتك نور تداعي الكهرمان. اول روايه سودانيه عن سيره الاديب الكبير معاويه نور. معاويه نور. شغال على شنو ثاني؟ والله يا اخي يعني انا بحاول برضه يعني بعيد قراءه بعض التجارب الشخصيه واطلع منها ما يمكن ان يكمل بعض يعني كتاباتي الروائيه. فبشتغل شغل المره دي عن الدبلوماسيه. روايه عن الدبلوماسيه. تمام. واتمنى انه تكون، لانه يعني حسيت بانه يعني بالنسبه للمواطن العادي يمكن الدبلوماسيه وشغل السفره ده ما زال لغز وحاجه كده مقفوله وحاجه زي الناس ما عارفينها كثير.
فلما اكتب روايه عن الدبلوماسيه وعن السفاره وكل الاشخاص اللي فيها سفر دي بتدي في رساله جديده وتوضيح جديد ممكن مش بيحتاج الى المواطن العادي عشان يعرف شنو الدبلوماسيه وشنو السفارات دي، لكن ايضا الدبلوماسيين الان بيحتاجوا يعرفوا شيء من تاريخ الدبلوماسيه السودانيه. فدي ما للاسف يعني انا برضه شغال في مشروع زي دي بتاع توثيق الدبلوماسيه السودانيه اللي هي دي ما من ضمن الكتاب اللي انا بعيد فيه الان اللي هو عن توثيق للسفير الشاعر يوسف مصطفى الدينية. توثيق عن سيرته. هو ما ترك مذكرات. لكن هو كان يعني عمل بالصحافة فترة وكتب مقالات كثيرة وعنده حاجات كثيرة. لكن ما كتب مذكرات. ده بكون أول عمل. إن شاء الله. أفتكر يعني ما وقعنا حسب علمنا ما وقعنا. عمل توثيقي طبعاً طلع ديوان ثلاثة دواوين شعر تقريباً عنده، لكن مذكرات ما كان في حاجة. بدأ يشرع في حاجة زي دي لكن ما كملها. في جديد في رواية معاوية نور تتحول لسينما؟ والله يعني نحن يعني يمكن الظروف الصعبة بتاعت الكورونا دي شوية تقلت نشاطنا في المجال بتاع التواصل فيما يتعلق بالكتاب بتاع الرواية الأخيرة دي بتاعت نور تداعي الكهرمان. فإن هي المفروض يعني أنا ساعي الآن بديت في مساعي الترجمة إلى اللغة الإنجليزية، بفتكر إن هي أيوة دي بتقربك حقه نحن نشتغل على الحتة دي، فأنا شغال في مشان يمكن يعني نحصر على جهة مترجم صحيح رصين يتولى وبعدك بننشر ان شاء الله. انا بدي اشكرك معالي السفير. شكرا لك كثير انت على حضورك ومناقشتك يعني لهذا الكتاب. الله يخليك. وما قدمته صراحه من افادات غايه في الاهميه تلقي اضواء على هذا الكتاب. شكرا لك معالي السفير. شكرا كثيرا اخي غسان. شكرا، هذه جلسه طيبه، نتواصل ان شاء الله. ان شاء الله. الشكر كل الشكر لك عزيزي المشاهد. يعني زي ما قلنا قبل شوية الكتاب عدد صفحاته 279 صفحة. معالي السفير كتب آخر حاجة فيه تقديم للكتاب يعني اسمه من دوران مدينة مقدسة على النيل، معالي السفير جمال ضيفنا الكريم. إحنا نظلم الكتب حقيقة يعني في مناقشتها في التلفزيون، لأنه لا تستطيع في وقت التلفزيون بأي حال من الأحوال أن تقول كل النقاط المهمة. لذلك دعوتنا وثاني حكرر البحث عن هذا الكتاب لمن هم منشغلون بهذا الموضوع. في الختام تحياتي والفريق العامل، إلى أن ألتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.